الرافدين، قناة الرافدين هي قناة العراقيين، قناتنا أم إعلامنا الناطقة بمعاناتنا جميعا وبمواقفنا، مواقف الوطنيين أعني، وأرجو أن أكون منهم. وهن الرافدين والقائمين عليها لمناسبة ذكراها السنوية، وأرجو لها التقدم ومزيدا من النجاح، وهي بنظري وربما يستغرب البعض هي أفضل قناة أشاهدها ويشاهدها العراقي، خصوصا بعد أن تطورت وأصبحت بثوب جديد لائق باسم الرافدين. شكرا لكم على ما قدمتم، ودعواتنا لكم لمستقبل زاهر نتوقعه إن شاء الله.